قيل إن بعض الرسامين يحولون الشمس إلى بقعة صفراء، والبعض الآخر يحولون البقعة الصفراء إلى شمس، جملة تصف اليوم حال الساكنين في هذه البقعة الجغرافية الذين يحاولون بفنهم خلق واقع غير الذي فرضته الحرب. جدران محافظة مأرب ولأول مرة تعز المحاصرة، وصنعاء المختطفة جميعها تحولت شوارعها للوحات جمالية تدعو للسلام وترفض الحرب، احتفاء باليوم المفتوح للفن والذي يصادف 15 من شهر مارس منذ 4 أعوام. خرجنا اليوم لنثبت للعالم كامل أنه تعز لا تزال رمز للثقافة، للفن، للسلام، مهما صارت لنا الظروف والصعوبات ستظل تعز مدينة للفن. المنظمون للفعالية قالوا إنها تهدف إلى تحويل جدران شوارع اليمن من واجهة للكراهية والعنف إلى فضاء للجمال والتعايش. الفعالية التي نظمها العديد من الرسامين والناشطين شارك فيها العشرات من المواطنين من مختلف الفئات العمرية. المشاركون عبروا عن سعادتهم بهذه الفعالية التي قالوا إنها منحت أرواحهم المنهكة فسحة من يوميات الحرب، وكلهم رجاء أن تتوقف الحرب عن ابتلاع حلمهم بوطن آمن.